السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعينا ومتابعينا الكرام. نرحب بكم في حلقة جديدة ومشوار جديد. عبد العز كريم من سكان مدينة غزة، العمر 32 سنة، خريج قسم الصحافة والإعلام الجامعة الإسلامية. طبعا فقدت البصر في العام 98 بعد إجراء عدد من العمليات الجراحية في محاولة طبعا لتحسين نسبة البصر في الفترة الماضية، لكن مع الأسف كانت هاي المحاولات كلها باءت بالفشل. وصلنا طبعا لمرحلة أنه فقدنا البصر بشكل كامل، ومن ثم كان المصير وتحديد الهدف وهو المرحلة الجامعية باختيار قسم الإعلام. طبعا كانت التجربة هاي تجربة كثير قاسية وكثير صعبة في البداية، كون أنه الشخص الوحيد اللي دخل هذا المجال هو أنا. كنت أول تجربة في الجامعة أن تدخل قسم الإعلام من الأشخاص ذوي الإعاقة. هو رسالة وإيصال صوت الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال وسائل الإعلام، كون هذه الفئة فئة مهمشة وفئة لا تلقى بالاهتمام الكبير من قبل وسائل الإعلام. فنحن من الواجب علينا كأصحاب هذه الشريحة وأصحاب هذا الهم أن نكون الصوت الناطق الذي يوصل هذه الرسالة لكافة أبناء المجتمع والمسؤولين، خاصة أننا نعلم أن الإعلام هو السلطة الرابعة وهو من المحركات الأساسية القادرة على تغيير السياسات وتغيير القوانين. ولكن الظروف الراهنة ربما في قطاع غزة جعلت هذا الواقع لا يزال بحاجة إلى نهوض وبحاجة إلى ضغط أكبر من قبل أشخاص ذوي الإعاقة ومن قبل المؤسسات ومن قبل وسائل الإعلام على الحكومة من أجل تلبية وتنفيذ كافة الحقوق التي نص عليها القانون الفلسطيني العام طبعا 99، وبما في ذلك موضوع التشغيل والتعليم وغيرها من اللوائح التي نصت عليها هذه القوانين. يمكن كثير من الناس بتتساءل انه شخص من ذوي الاعاقه البصريه الكليه كيف يطلع على الهواء، كيف بيقرا النشره، كيف بيقرا الموجز، كيف بيعد برنامج، كيف بيكتب، كيف بيحرر. اكيد حق كل الناس تسال هذا السؤال، لكن الاجابه بكل بساطه انه الان احنا اصبحنا في القرن 21 وفي عام 2021 اصبحت التكنولوجيا هي الذراع الذي يسند الأشخاص ذوي الإعاقة حقيقة، ومن خلال استخدام برامج ناطقة يتم تنزيلها عبر اللابتوب أو عبر الجوال بتمكن الأشخاص ذوي الإعاقة أنهم يقرأوا النصوص المكتوبة ومن ثم طبعا يقرأوها على الهواء بطريقتهم الخاصة. طبعا هذا الأمر بيحتاج لمهارة عالية ودقة في أنك تحفظ الكلام اللي بيقرأه هذا البرنامج وانت تعيده على الهواء من دون أي أخطاء ومن دون ما يشعر المستمع أنه أنت بتقرأ من خلال هذا البرنامج. وهذا الأمر طبعا من خلال التجربة العملية بيبين أكثر للناس، وممكن أنه المستمع ما يلاحظ بشكل نهائي أنه الشخص اللي على الهواء هو شخص عنده إعاقة بصرية.